مشاهدين اهلا بكم في فقره جديده من قرانيات. تصوروا الارض لو ربنا ما خلقش عليها جبال كانت طارت في الهوا شاشي. تصوروا زي الخيمه بالظبط كده، لو ما دقيناش الاوتاد في الارض الخيمه تطير. برضو الارض من غير جبال كانت زمانها طايره. اهلا اخي مالك. اهلا بيكي. ايه رايك في الكلام ده؟ فعلا القرآن كما ظهر على الشاشة بيقول في سورة الرعد الآية 3: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. لما نروح للمفسرين بنلاقي خلاصة القول عند المثال عند القرطبي: وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت وحدها راسية، لأن الأرض ترسو بها أي تثبت، والأرساء الثبوت. حسب هذا التصور فأن الجبال هي التي تثبت الأرض، تمنع عنها الزلازل، تمنع عنها الميلان، تمنع عنها السقوط، أو تمنع عنها حتى يعني أي شكل من الاهتزاز. نعم. هتمنع عنها أنها تطير. يعني أخت فرح، هذا التصور أن الجبال هي التي تثبت الأرض. يعني مثلا حتة زي تركيا كده الجبال ثبتتها، ولو ما كانتش في جبال كان زمانها طارت. طارت، أو حتى يعني لا تتوقف عنها الزلازل. لا تتوقف عنها الزلازل. مع ان المناطق ديت هي اللي مليانه زلازل. طب ما هو في بلاد تانية ما فيهاش جبال وما فيهاش زلازل. صحيح اخت فرحه، لانه حتى علميا ان الجبال هي تنشا اصلا عن حركه الزلازل. فيعني طب اخي مالك، الفكره دي جت لمحمد ازاي؟ اخت فرحه، نحن عندنا الشاهد يشابه ما تحتوي هذه الايه. موجود عندنا شاهد لأمية ابن أبي الصلت بيقول ده شاعر. نعم، شاعر جاهلي قديم. يقال أن كتابات أمية ربما يكون أحد منابع القرآن. أيوه، يعني أحد منابع القرآن قد تكون عائدة إلى أمية ابن أبي الصلت. بيقول أمية: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال. الرجل يعني يقول رب الراسيات، نفس العبارة المعنى القرآني، ورب الراسيات من الجبال. فنحن أخت فرحة أمام تصور قديم، كانوا الناس تعتقد أن الجبال لها دور في تثبيت الأرض. إجا الشاعر أمية ابن أبي الصلت عبر عن نفس الفكرة. محمد سمع من الناس، سمع من أمية، فاعتقد أن فكرة صحيحة فتبناها وقدمها في القرآن في سورة الرعد الآية 3 على سبيل المثال. فإذا نحن أمام فكرة هي قديمة غير علمية، ولكن هذا بيدللنا على أن مصدر القرآن هو أرضي، من بيئة محمد، من ثقافة محمد، وليس من مصدر علمي. لأنه لو كان من مصدر علوي لكان علوي علوي عند الله يعني، فكان من المفترض أن تحتوي إشارات علمية حقيقية، لكان من المفترض أن تتكلم عن الجبال بطريقة ثانية. أي بالطريقة أن هي نتيجة زلازل أو أي أمر آخر. ولكن كون الآية تتحدث أن الجبال هي تثبت الأرض والعلم ينفي الأرض، فهذا بدل على أن فعلا الثقافة القرآنية العلمية بين قوسين هي ثقافة مستمدة من بيئة القرآن نفسه. يبقى كده أخي مالك، لما جبت لنا وصدمتنا بالشاعر الجاهلي أمية ابن أبي الصلت اللي قال أن الرواسي دي الرواسي اللي هي الجبال اللي بترسى على الأرض اللي بتثبت الأرض، يبقى لو كان إعجاز علمي يبقى الإعجاز العلمي عند أمية ابن أبي الصلت. طبعا لو كان إعجاز علميا، لكن في الحقيقة هو مش إعجاز علمي. نعم. ولو كان إعجاز علمي يبقى أمية ابن أبي الصلت هو نبي، ها، اللي جه الأول، هو الذي اللي أوحي إليه أولا. نعم، هو صاحب الفكرة أو صاحب الإلهام في هذا الموضوع. وبما أن المسلمين مش موافقين أن أمية ابن أبي الصلت يكون نبي، وأن محمد هو اللي نبي، فمعقولة يا إخواتي المسلمين تقبلوا على نفسكم إنكم تقولوا إن ده إعجاز علمي؟ هل تقبلوا إن الله يدي معلومة غلط إن الجبال هي اللي بتثبت الأرض؟ هل تقبلوا على نفسكم إنكم تقولوا إنه إعجاز علمي ويطلع لا حول الله يا رب محمد واخدها من أمية ابن أبي الصلت؟ نشوفكم في فقرة جديدة من قرآنيات.